لو الحكاية فيها إن فيتو مشروع الأقليم للاتحاد الأوروبي عن المساواة ما بين الجنسين، أيضا عضو في لجنة تقصي الحقائق 30 يونيو اللي أنشأها المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، وقدمنا منذ أسابيع تقريرنا للرئيس السيسي، وعضو في ائتلافات عربية عن المساواة في المواطنة بتضم مصر وعدد من البلاد العربية. أنا مرشحة عن دائرة العجوزة، والحقيقة بقى لي فترة يعني كعضو في، لأن رابطة المرأة العربية لها أنشطة كثيرة منذ زمن بعيد، لكن أنا بشكل خاص عندما قررت الترشيح نزلت منذ شهور الأماكن الفقيرة التابعة لدائرة العجوزة زي الحطية زي أرض اللواء، وتعرفت عن طريق الزيارات للأسر، عن طريق الندوات المختلفة، عن طريق الحي أيضا، عن المشاكل في هذه المناطق وخاصة مشاكل الأسر الفقيرة. والحقيقة لقيت أنه مشكلة الصحة يعني ما كانش في أسرة اتقابلت معها غير أما يكون عندها فردين في هذه الأسرة، إما حد عنده فيروس سي والآخر عنده إعاقة أيضا جسدية. وفي الندوات اللي أيضا بنعملها في هذه المنطقة بيبقى بنوضب مع عيادات سواء عيادات حكومية أو عيادات خاصة إنه بيعملوا كشف للنساء عشان يعرفوا هل هم عندهم فيروس سي ولا لا، وده طبعا بيحصل بالمجان. ده جزء من تعرفت أيضا على إنه كثير من البيوت في هذه المناطق لأنه السقف بتاعها سقف من خشب، وطبعا أثناء الشتاء وأثناء الأمطار بيحصل إنه يعني هدم لهذه السقوف وحاجة إلى الإصلاح، وقلنا أيضا بالاتصال ببعض رجال الأعمال عشان يقوموا أو يساهموا في تصليح هذه الأماكن. أنا الحقيقة منذ أيضا قرار ترشحي على اتصال بالتيار الديمقراطي.